أكثر. علشان يمك لي. ما أقدر. يما ما يصير، لازم تاكلين شيء. هاتني خاطي أنا وكله. شمور حبيبتي، هذا اللي الله كاتبه. ادعي له بالرحمة. انت لازم تاكلين عشان اللي في بطنك. إذا تبين شيء من عيسى لازم تاكلين، ولازم تحافظين على الجنين. حبيبتي ادعي له بالرحمة. صدقيني مع الأيام كل شيء بيمشي. والوقت بينسيك كل شيء تمرين فيه. ما أقدر. ما أقدر. ما أقدر. خلاص اوكي، انا اشوف الموضوع. خلاص اوكي، انا اشوف الموضوع. يلا مو راضي تاكل. شوف المصيبه الجديده، دازين قرار المحكمه حق بيتنا ان لازم نهد البيت. شلون ما مصايبه تزيد علينا وعلى راسنا. شنو يعني يا شمور؟ الكون اللي كنتي عايشه فيه بيتبخر، الشوح اللي كنتي ماسكه الكل عشانه بيطير. والله الدنيا دوارة، حتى ريلها ما تهند فيه. الدنيا صغيرة، مثل ما تظلم تلاقي. تفضل. قوة معه. هللولوة. يعني أنا آسفة كذي داشة عليك عرض، بس بخاطري حجوتين. إيش فيك لولو؟ أختي أنا ما أدري إيش بيصير علينا. يعني شلون بيطردونا من البيت؟ شمور لها حق فيه، ما لها حق فيه، إيش بيصير علينا؟ والله يا لولو ماني عارفة إيش أقول لك. الموضوع كلش مو مبين. ما أعرف إذا البيت بيروح، العمارة بتروح، إذا اثنينهم بيروحون، ماني عارفة. استغفر الله، أنا ما أدري إيش هالمصايب اللي قاعد تحذف علينا من كل صوب. كنا احد داعي علينا. صراحه انا الحمد لله معتمده على نفسي، لكن المشكله باخوان شمور كلهم متكلين عليها. والحين الله يعين يعقوب بعد، شلون بيشتغل؟ شلون بيداوم مع وضعه؟ الله يعيني ويصبر قلبي. انا ما ادري شو بيصير علي ولا على بنتي ولا على هالولد اللي بعد كم يوم بيطلع من المستشفى ويبي له مجابل ومعابل. الله يعينك حبيبتي، الله ييسر الامور إن شاء الله. لولو لولو، ليش طفيت الليت؟